ليا فقرتنا الطبية والصحية لليوم أصبحت عملية تصحيح مشاكل البصر بالليزك العملية الأكثر شيوعا بين عمليات الليزر، حيث تعتبر حلا فعالا لقصر النظر وطوله بكافة درجاته سواء كان مصحوبا بانحراف أو غير مصحوب. لكن يبقى السؤال الأهم، هل هي عمليات الليزك مناسبة لجميع الحالات وما هي أضرارها؟ معنا الدكتور باسل فاعوري اختصاص عينية. يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك. صباح النور، يسعد صباحك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك دكتور. يعني اليوم موضوعنا مثل ما قالت سمر بالمقدمة هو عن الليزك، فبالبداية خلينا نتعرف شو يعني الليزك ومين فيه يعمل الليزك من الناحية الطبية. تمام، عملية الليزك هي عملية للأشخاص اللي بيعانوا من أسواق انكسار واللي بيحتاجوا نظارة طبية للرؤية خاصة للنظر للبعيد. هؤلاء الأشخاص ممكن يكون عندهم مشاكل أسواق انكسار من النوع مثل ما ذكرتي، نقص بصر أو مد بصر مترافق أو غير مترافق مع انحراف. الانحراف بنقصد فيه كمان هون هو شكل من أشكال أيضا أسواق الانكسار، مو الحول مثل ما البعض بيفهم كلمة انحراف أبدا. هؤلاء الأشخاص ضمن شروط معينة ممكن نجري لهم عمليات تصحيح البصر بالإكزايمر ليزر للاستغناء عن النظارة، فهي عملية حقيقة بتأدي وظيفة النظارة الطبية اللي بيستخدمها الإنسان لتصحيح بصره للاستغناء عن النظارة الطبية أو العدسات اللاصقة. ممكن نعمل هاي العملية بشكل آمن على العين وتعطي نتيجة فعالة بتصحيح البصر لرؤية المريض للبعيد. أكيد دكتور، خلينا نحكي عن أنواع عمليات الليزر شو هي؟ حقيقة تطورت كثير عمليات تصحيح البصر بالليزر، يعني وهي من أكثر العمليات شيوعا وانتشارا على مستوى العالم. مثل ما ذكرتي ابتدت ببداية التسعينات، وكانت بالبداية تقنيات بسيطة وتطورت لحد اليوم. الأنواع الأكثر شيوعا أو إذا بدنا نقسمها بشكل واضح، عندنا تطبيق الليزر السطحي او البي ار كي، وعندنا الليزك واللي ممكن ينعمل بالشفره العاديه الجراحيه وممكن ينعمل بالفيمتو سكند، واخيرا في تقنيه السمايل تكنيك اللي ممكن من خلالها نصحح البصر. كل هاي التقنيات هدفها بالنهايه تصحيح البصر للاستغناء عن النظاره. ترشيح المريض بين اي واحدة من هاي العمليات ممكن تكون مناسبه له بيعتمد على دراسه المريض واجراء صور طبوغرافيه لقرنيه المريض لحتى نشوف انه شو التكنيك الانسب والامن للمريض لحتى نطبق له واحدة من هاي التقنيات لتصحيح البصر. لكن مين هن دكتور الاشخاص يلي ما فينا نعرضهم للليزك او الليزر او اي تكنيك هو بيخلصهم من النظارات، مين هن الاشخاص؟ تمام، رح نبتدي اول شيء مثل ما قلتي انه نعرف الاشخاص المرشحين والاشخاص غير المناسبين او غير مرشحين للعمليه. العمر بيلعب دور كثير حاسم بالموضوع، تحت 18 سنه هي العمليات لا تجرى، بعد 18 سنه تجرى بشرط ثبات درجات المريض، لانه مع نمو جسم الانسان بتتغير الدرجات، وبالتالي ما فينا نعمل هاي العمليه قبل عمر 18 سنه لانه الدرجات ما بتكون ثابته عند الشخص، وبالتالي ما فينا نعمل هاي العمليه. عاده بعد عمر 18 سنه بيتوقف نمو جسم الانسان وبتتوقف الدرجات عن الازدياد. احيانا بيتاخر هذا الموضوع، يعني ممكن لعمر 19 او 20، فبعض الاطباء ما بيفضلوا يعملوا هاي العمليه ليكون الشخص صار عمره 20 سنه. بعد 18 ممكن، لكن بشرط ثبات الدرجات، يعني على مدى 6 شهور بنراقب المريض، اذا ما تغيروا الدرجات عنده ممكن نعمل له هي العمليه. فاذا لازم عمر المريض يكون فوق 18 سنه. تمام. الشيء الثاني، لازم يكون المريض ما عنده امراض بالعين بتمنع اجراء هي العمليه، يعني سطح العين ما عنده امراض على سطح العين، ما عنده تندبات على سطح القرنية، ما عنده قصة جفاف شديد، ما عنده مشاكل بشبكية العين، ما عنده مي بيضة، ما عنده مي زرقاء. في كتير أمراض إذا تواجدت بالعين بتكون مضاد استطباب جزئي أو كلي لإجراء تصحيح البصر بالليزر. الشيء الثالث هو إجراء دراسة طبوغرافيا للقرنية، لأنه قرنية العين هي الجزء اللي حيتطبق عليه الليزر، فلازم نحافظ على هذا الجزء من العين ما بعد عملية الليزر حتى ما يضعف أو ما يتسبب فيه أمراض تنعكس سلباً على المريض بعد إجراء هذه العملية. هالشي بتتم من خلال دراسة خاصة بنجريها بصور اسمها طبوغرافيا القرنية. في عدة أجهزة حالياً موجودة لدراسة الطبوغرافيا القرنية، بنقيس من خلالها سماكة القرنية، لازم تكون ضمن حد معين مو أقل من هيك، انتظام سطح القرنية، عدم وجود أي علامات على مرض بالقرنية
ممكن يكون هذا المرض يأثر على نتيجة العملية، أو لا سمح الله يتفاقم فيما لو نحن عملنا عملية تصحيح البصر. أكيد دكتور، الأشخاص اللي عندهم مشاكل طبية تانية مثلا مثل مرض السكري أو عندهم مثلا التهابات، هل كمان بتأثر على عملية العين والليزر إذا بيمشي حالها يعني وبتنجح العملية ولا ما بتصير لهم عملية؟ وكمان خلينا نحكي عن التحضيرات قبل عملية الليزر، شو هي بتكون؟ بالنسبة لمرضى السكري بالمراحل الأولى، مريض السكري بيمر كثير مراحل لحتى يوصل لمرحلة لا سمح الله اعتلال الشبكية السكري المنمي. اعتلال الشبكية السكري ببلش بمراحل خفيفة ما بكون مؤثر بالبداية على العين، بيحتاج فترة طويلة 7 سنوات أو 10 سنوات لتبتدي العين شبكية العين تتأثر من السكري. فإذا كانت شبكية المريض سليمة ما فيها أي مشاكل ممكن إجراء عملية تصحيح البصر عند هؤلاء المرضى، لكن بمجرد حدوث أي اضطرابات على شبكية المريض نتيجة الإصابة بالسكري، طبعا هذا بيبين من خلال فحوصات الشبكية وتصوير الشبكية، بصير هذا المريض غير مناسب لإجراء تصحيح البصر بالليزر. فنحن بدنا نشوف المريض بأي مرحلة من مراحل اعتلال الشبكية بالسكري ونحدد إذا هو بنقدر نصحح له أو لا. بالنسبة لأنه المريض يعني بأي مرحلة من مراحل، خلينا نقول بالنسبة لمريض السكري، خلينا أكد عليه مرة ثانية، كم سنة صار له المرض عنده؟ كتير ضروري نعرف هذا الموضوع. فحص المريض وقعر العين ضروري كتير لنشوف إذا في مشاكل بالشبكية. إجراء صورة ضرورية لهذا المريض. تحضيرات المريض بشكل عام لإجراء تصحيح البصر بالليزر، مثل ما قلنا أول شيء لازم المريض يكون صار عمره فوق 18 سنة. تمام. في إجراء بعيادة الطبيب هو إجراء أسواق انكسار، يفضل يكون مع شل المطابقة لتحديد الدرجات النهائية عند هذا المريض وتأكيدها. المرحلة الثالثة من خلال إجراء صورة طبوغرافيا قرنية العين والتأكد أن قرنية العين مناسبة لإجراء هذا العمل. فحص العين بشكل كامل لنفي أي مرض أو أي علة موجودة ضمن العين ممكن تأثر على إجراء عملية تصحيح البصر. مرضى اجراء مرضى الليزك ملاحظه لازم ننتبه لها، خاصه اللي عندهم قصر نظر واللي عندهم درجات نعتبرها عاليه، يعني بين 4 ل6 درجات او 4 ل8 درجات. غالبا هدول الاشخاص احيانا بكون عندهم مشاكل بشبكيه العين، شيء بنسميه اللاتس ديجنريشن او ثقوب بمحيط الشبكيه. هدول المرضى لازم نفحص لهم الشبكيه بدقه قبل اجراء تصحيح البصر. إذا في أي مشاكل بشبكية العين بنعمل شيء اسمه تطويق شبكية وقائي لحماية الشبكية من أي مضاعفات قبل ما نعمل لهم تصحيح البصر بالليزك. تمام دكتور، خلينا نحكي بنقطة كتير مهمة، كل حدا بده يعمل ليزك أو ليزر هن بيخافوا ما بعد خلينا نسميها العملية، هي صارت كتير سهلة بالآونة الأخيرة، ممكن يرجعوا يعملوها مرة تانية، ممكن ما تنجح، ممكن يكون في مضاعفات، ممكن في يكون حالات خاصة انه نرجع نعيدها للعملية مرة وتنتين وثلاثة. العملية مثل أي عمل جراحي له نسبة نجاح وله نسبة فشل. نسبة نجاح عملية الليزك للمريض المدروس والمنتخب بشكل جيد تتجاوز 95%. أوكي. المرضى اللي بيحتاجوا إعادة هن الأشخاص اللي ظهر عندهم درجات متأخرة، يعني اجى المريض لعندي بعمر 19 او 20 سنه، شفنا درجاته ثابته، عملنا له العمليه، حس انه تحسن بشكل منيح، قد يظهر ببعض الاحيان درجات قصر نظر متاخره، يعني بعمر 24 او 25 سنه، مو بكل الحالات، ببعض الحالات. هذول الاشخاص لو كانت عندهم درجات اكثر من درجه او درجه ونص ممكن نعيد لهم الليزك، بس طبعا لازم كمان نعمل الفحوصات لنتاكد انه لسه القرنيه بتتحمل اعاده ليزك او لا. احيانا بيكون سبب انه المريض ما بتنجح عنده العمليه انه في نقص بدراسه المريض، يا اما ما انفحص بشكل جيد قبل العمليه، او صوره القرنيه ما درست بشكل جيد وكان فيها بعض العيوب او المشاكل واللي اهملت لسبب او لاخر. هؤلاء المرضى ممكن يصير في عندهم مشاكل بعد العمل الجراحي وما يحسوا حالهم استفادوا منيح من العمليه، ونحتاج يا اما نعيد لهم العمليه او احيانا بيحتاجوا علاجات اخرى لتثبيت النظر و يعني عكس المضاعفات السلبية اللي صارت عندهم بعد العملية. هلأ نحن بنقوله للمريض أنه بعد العمل الجراحي في بعض الأشياء بدك تاخد انتباهك منها، يعني أغلب المرضى بعد عملية تصحيح البصر بالليزر بيعانوا بشيء من الجفاف. جفاف قرنية العين بصير عند مرضى الليزك نتيجة أنه القطع اللي بصير بسطح القرنية بيأثر على أعصاب القرنية وبخف الحس بسطح القرنية. هدول المرضى كلهم بنقول لهم أنه بعد العملية حتحتاج
استخدام قطرات مرطبة للعين قد تكون لفترة أشهر أو بالأشهر الحارة من السنة لما بيكون الطقس حار بيحتاجوا هاي القطرات المرطبة للعين. مننبه المرضى أنه قد يكون بعض التشوش بالليل تجاه الأضوية، بنسميها الهالات حول الأضوية، ورؤية أقواس قزح أحيانا أو تشعع بالأضوية يلي قدامنا فترة وبعدين بتخف عند المرضى. هي أهم الأشياء اللي منبه عليها المرضى اللي ممكن يعانوا منها بعد عمليات الليزك، وهي غالبا بسيطة ومحتملة من أغلب المرضى. دكتور، بالإضافة لهدول الأشياء كمان في عنا تغيرات بالرؤية عند المريض بعد العملية، كمان خلينا نحكي على هالنقطة، وخلينا نحكي كمان عن تأثير العدسات اللاصقة كمان بالعين، شو هي الأضرار اللي ممكن تلحقها بالعين؟ هلأ بالنسبة للرؤية بعد العملية، عادة الرؤية اللي بيكون المريض حاصل عليها بالنظارة قبل العملية هي اللي بيحصل عليها بعد العملية. تمام. ما بنوعد المريض انه يشوف اكثر من الشيء اللي عم يشوفه بالنظارة، يعني اذا بنظارته بيشوف 10 من 10 فان شاء الله بعد عملية الليزك بيشوف 10 من 10، اذا بيشوف اقل 9 او 8 بنقول له انت مثل ما عم تشوف بالنظارة حتحصل على هي الرؤية بعد العمل الجراحي. بالنسبة لموضوع العدسات اللاصقة، هلا المريض عادة بيلبس العدسات اللاصقة ليستعيد عن النظارة، فإذا عمل عملية الليزك فهو عادة ما عاد بحاجة عدسات لاصقة لأنه يفترض أنه يكون حصل على الرؤية المناسبة له. أما بالنسبة لموضوع العدسات اللاصقة التجميلية، ممكن بعض الصبايا بيحبوا يلبسوهم بالمناسبات أو بغير مناسبات، بعد عمليات تصحيح البصر بالليزك ممكن ارتداء العدسات اللاصقة لكن مو مباشرة، يعني على الأقل أول شهر ما بنلبس عدسات لاصقة، بعدين ممكن نلبس عدسات اللاصقة بشرط ما يكون في عنا جفاف على سطح قرنية العين، ما يكون عنا احتقان بالأوعية، وإذا المريض كان متحمل لألون. طبعا مرضى اللي بنستخدموا عدسات لاصقه لازم ننبههم انهم يديروا بالهم على عقامتها، نظافتها، استخدام قطرات مرطبه لانه بتساعدهم على تحمل هي العدسات اللاصقه، ما يلبسوها فترات طويله، واهم شيء ما يناموا فيها بالليل. تمام. طب خلينا نحكي ايضا عن مدار العدسات تبعت النظارات الشمسيه العاديه، يمكن ما كتير منجيب الأصلي، هن بيكونوا كوبي، خلينا نحكي هي بتأثر على العين بشكل عام وخاصة عملية الليزك بشكل خاص. العدسات الشمسية أو النظارات الشمسية إذا بدنا نحكي عنهم، يعني بيقولوا إنه النظارات كتير مضرة بتكون إذا كانت العدسة نفسها غير مصنعة بشكل جيد، لأنه العدسة إلى درجة نقاوة ودرجة يعني انكسار للضوء ما تعمل تشوه أو تشويش بالرؤية. فإذا كانت العدسة نقية من هاي الناحية، من ناحية الانكسارية، والفلتر اللوني الموجود فيها متجانس، فهي عدسة آمنة وسليمة. لكن مثل ما قلت أحيانا بتكون عدسات تجارية أو عدسات أو نظارات مو مصنعة بشكل جيد، الإزعاج اللي حتعمله للمريض هو إزعاج بالرؤية، يعني ممكن يحس إنه ما عم بيشوف بشكل جيد من النظارة، بيشكي من صداع أحياناً، تعب، ما عم يقدر يتحمل النظارة. هدول بنقول له لا، أنت انتبه لنظارتك، إذا ما أنا نظارة مزبوطة غيرها، مو شرط إنه لأنه أنت لبست نظارة شمسية أنت عم تتضايق من النظارة الشمسية، قد تكون النوعية اللي أنت لبستها ما أنا مناسبة، حاول تختار نوعية جيدة ومصنعة بشكل جيد. طبعا مرضى الليزك اول فتره بيحتاجوا النظاره الشمسيه لانه الشمس بتكون بتضايقهم، فكمان الشمس ومشان الدخان ومشان اي شيء لازم اول فتره يضلوا حاطين النظاره. يعني النظاره الشمسيه هي بتعمل مثل الحاجز الوقائي قدام العين، اشعه الشمس القويه بتخففها، الغبار، الهواء، خاصة نقعد بالسيارة هواء المكيفات، نقعد بمكان في هواء مباشر، غبار أحيانا بيجي على العين، كل هاي الأشياء تكون النظارة الشمسية مثل الحاجز الوقائي الحمائي للعين من تعرض لهي الأشياء. بعد فترة لما يحس المريض أنه هو خلص يعني صارت أموره منيحة بيقدر يستغني عن النظارة الشمسية، لكن إذا هو عم يرتاح عليها بالشمس ما في أي مشكلة، بيقدر يستخدمها قد ما بده، ما في مشكلة بالموضوع بالنسبة لعمليات الليزك. أكيد دكتور، كثير من الأطفال معهم ضعف نظر، يعني ممكن توصل 6 7 أو 8 درجات كمان بعيونهم، شو ممكن النصائح اللي بتنصح حالة أهلهم لحد ما يكبروا، يعني شو ممكن يعملوا لهم، يعني وقاية أو مو وقاية، هنا صار معهم ضعف كثير كبير، يعني شو ممكن يعملوا الأهل بهالمرحلة لما يصير أولادهم عمرهم 18 سنة يقدروا يعملوا عملية الليزر أو الليزك أو أي شيء تاني؟ هذا السؤال كتير مهم وموجه لكل الأهل، لأنه هن الواعين والمسؤولين عن أطفالهم. الطفل ما رح يكون عنده هالدرجة من الوعي لحتى يعرف أهمية ارتداء النظارة بالعمر الصغير. ارتداء النظارات بالنسبة للأطفال مثل ما ذكرت اللي عندهم درجات عالية كتير مهم لحمايتهم، أولاً من كسل العين، الغطش، الأمبليوبيا بتصير إذا الطفل عنده درجات عالية من أسوأ الانكسار وما لبس نظارة بعمر تحت 9 سنوات.
قبل 9 سنوات اذا في عندنا هيك شيء بيكون كثير مناسب انه نلبس الطفل نظارته. لا اولا لحتى يحصل على رؤيه جيده، هذا الطفل بده يروح على المدرسه، بده يتابع تعليمه، بده يروح على نوادي، بده يتابع اي شيء بحياته. اذا ما كان عم يشوف بشكل واضح راح يتاثر تعليمه بشكل او باخر. فهو لحتى يتابع وظيفته التعليميه بشكل جيد وطبيعي لازم يكون لابس نظارة مناسبة، لازم نشجعه على ارتداء النظارة، إذا في عنا كسل بإحدى العينتين لازم نعمل تمارين التغطية للعين القوية لنضعف العين لنقوي العين الضعيفة، وهذا الشيء بده كتير يعني اهتمام من الأهل ومتابعة مثل ما قلنا، لأنه بتكون فرصة الطفل قبل عمر 9 سنوات، بعد عمر 9 سنوات بصير صعب إنه نعالج الغطش. المتابعة الدورية عن طبيب العيون كتير ضرورية، كل 6 شهور بالحد حد الأقصى كل سنة مرة، لأنه هاي الدرجات مثل ما أنها عم تتغير عند الطفل، فالنظارة كل فترة لازم نغيرها بما يتناسب مع الدرجات الجديدة عند الطفل بحيث يضل عم بيشوف 10 من 10 بهالفترة لحد ما يصير عمره 18 سنة وتثبت الدرجات عنده مثل ما قلنا. ساعتها إذا بده يستغني عن النظارة بنعمله الفحوصات اللازمة، وإذا كانت مناسبة بنقدر نعمله العملية. تمام دكتور، يعني خلينا نحكي نصائح أخيرة من بعد يعني العملية ومن بعد الليزك، كيف نحن لازم ننتبه لعيوننا، كيف نحن لازم نحمي عيوننا مشان ما نرجع ننتكس من أول وجديد. العين يعني نعمة من رب العالمين، وحاسة البصر من أهم الحواس، والعملية تجرى على قرنية العين اللي نحن بنسميها ألماسة العين، لأنه هي فعلا نسيج شفاف رقيق ولا يتجدد، بمعنى يعني إذا انأذت قرنية العين للأسف صار لازم نستبدلها بقرنية جديدة. فلذلك العناية بعد العمل الجراحي كتير ضروري. مننبه المريض كتير أنه بعد العملية الجراحية خاصة بالفترة الأولى فرك العين ممنوع، لأنه نحن أثناء عملية الليزك بنعمل شيء اسمه فلاب أو شريحة بقرنية العين، منطبق الليزر ومنرجع هاي الفلاب، وهي الفلاب بترجع لمكانها بخاصة الالتصاق، لأنه بصير حكي بعد بصير حكي تماما. فنحن بنقول للمريض لا تفرك عينك، استخدم الأطرات اللي بيصف لك ياها الطبيب، تجنب الحكي أول 2 3 أيام، معلش تحملها حتخف عندك، بس راحة الحكي عادة ما بترجع مرة تانية كنتيجة عمل جراحي، ممكن ترجع لأسباب تانية. فالالتزام بالأطرات، استخدام النظارات الشمسية مثل ما قلنا، مننبه المريض خاصة أول 2 3 أيام بعد عملية الليزك بنعطيه كفرات واقية بحطها وبيلزقها على عينه مشان هو نايم كمان ما يفرك عينه وهو ما منتبه، لأنه هالشي ممكن يأثر على نتيجة العمل الجراحي. مننبه المريض أنه المتابعة عند الطبيب لازم تستمر، يعني ما هو عمل عملية الليزك خلاص أموره تمام، إن شاء الله بتكون أموره تمام وما بيحتاج شيء، بس إذا شكى من أي شكاية ولو بسيطة يراجع الطبيب، قد تكون مشكلة بسيطة وعلاجها بسيط، مثل ما قلنا قد تكون أطرات بسيطة تحل المشكلة عند هذا المريض وما يحتاج لأي شيء تاني. تجنب الرياضات العنيفة، يعني هدول الأشخاص مثلا اللي بيلعبوا بوكسينج أو تمارين رياضية أو أي أنشطة ممكن يكون فيها رد مباشر على العين لازم يتجنبوه، لأنه مثل ما قلنا الشريحة ممكن تتحرك ولو بعد فترة من الزمن. بسباحة ممكن يسبح المريض بعد فترة مو أقل من شهر، يعني بعد شهر ممكن يسبح، بس كمان يحاول يعني ينتقي المسابح النظيفة اللي ما فيها تلوث، ويلبس الجوجلز تبع السباحة اللي بتساعده على حماية عينه من الكلور أو أي مواد مخرشة ممكن تكون موجودة بالمياه تبع المسبح اللي عم يسبح فيه. أكيد دكتور متشكرك، متشكر وجودك معنا ونصايحك القيمة، أكيد شكرا لوجودك. شكرا لكم. شكرا كتير دكتور، يعني اليوم موضوعنا عن الليزك كان كتير مهم لحتى نضوي لكل حدا بده يعمل لهي العملية، شكرا لك. أهلا وسهلا، شكرا.